السقف هنا بالخشب، ليه ما تعملش السقف صبه؟ يا سلام، سؤال جميل يا فندم. السقف دوت ياخد طريق فوقيه وبنى فيه مكان لمكان. السقف ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن خشب 10 بوصه عليه لحسه اسمنت 3 سم، ثم مشمع بتاع صوب زراعيه، ثم لحسه اسمنت تاني دوت. لو طلعت فوق السطوح وعملت عليه لا يمكن، وبعدين هو ماعل في مطر معلش لا يمكن، بعدين مطر في مطر النهارده ما حصلش مطر. الله يخليكم. حاجه من الساعه من عند ربنا ومن عندكم من عند ربنا. تقدم في تطور ان شاء رب العالمين، ولكن كلنا امل في الله اذا اخلصنا النيه لله. شكرا جزيلا والحمد لله رب العالمين.